صدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد. خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي، منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. دي طايرة يا ولا. يا رأي يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا. يلا تكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا لا لا، هتنسعيني هاجو عليك المية. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونة، انت حتة اخوك حتة، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوز. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات، اه وصايع كمان. اي رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالته، اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه يا مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدله لك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. اه يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيله ايه وسراب ايه؟ ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، اه تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه. لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلامه بالسلامه. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي يا سمينة ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو. ورز عقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، بس امسك خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه. اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضه زي الفراخ البيضه بس فاس جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعملي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. وين فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. بدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاكوا حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجو ويجا ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور.
ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي ونبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وببلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه، شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترى دي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي، خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه وليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنصر؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي. يلا جامايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي يا ابني. النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا يغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل بذمتك. انا قلت لك اعمل لي تمثال كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه بوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منوال هتوافق على الجوازه وهي مغمضه. وهي ايه؟ مغمضه. Attention, elle veut tour, veut tour, veut tour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, ma belle, j'ai soin. Attention, attention, attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على إيه؟ خالتي نوسة. أنت هتمشي ورا التخريف دي أنت كمان. ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولادي ولا ايه؟ وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروح على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا سيفت انت قوم عمتك ماتت. عمتك ماتت تاني. ايوه قوم يلا فوجا. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا مش تستنى احكي لك على اللي حصل. عندي زفه لازم الحقها. يلا بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفله. بسرعه يا بنتي. اوعى غور. لا مش وقته. يا رب قصروا زي ما قصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عنك كنت المسا هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم، دي ست واصله قوي. انت ايه؟ مين قالك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه
يا نهار اسود، وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور، انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي امشي، ولا اقول لك خدني معاك، ما تسيبنيش انا لوحدي. ارحمني. الله الله، اثبت مكانك، لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل اتفضل، انت يا راجل بتستهبل، مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمة، افرض سرحانة بحاجة قلية الأدب ومش عايزك تشوفني، تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى، انت عميت وعينيك البعيد، مش سايف عيل بيرجع ويودي روح لأمك. كهرمانة لم عيالك، عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي، المهنة تنزي حريمي، سن 42 سنة. ده تكذب من أولها، 58 سنة ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة. وحلة يا حلة، ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك؟ محفل محفل، مالكس دعوة اللي بيدور هنا. ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش، عشان النوالات كتير. يكون سلبتي نوال بتاعت الاردن وانا بحبها. لا، نوال بتاعت الاردن. ادي بنتي غلبانه يا امها، سرق منهم عقده وجبناه. انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابه؟ لا يا فندم. امال ايه جاي؟ اللي انت مالك ومال ده شغل، مالكش انت دعوه. معلش اللي معلش، احنا ما نبدعش حد، جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك، العقد ده انا اتهمت بالسرقه، انا وابني وحيدي في هذا العقد. ما انت شكلك حرامي. لا من فضلك، انا ترزي حريمي. انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ انت جاي تحرق دمي؟ خلاص، عقد السرق والاناء، اتكل على الله. يلا بقى يلا، انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى، ترعنا. سبحان الله. ده بينه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله. في حاجه يا ساتر؟ يخلق مش شبه 40. حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمك يا زبيد. الله أكبر. حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله. أمل عليك لو قابلتيها، قولي لها البنطلون الأزرق بتاع البلاوي حطيتيه فين؟ هم فين؟ نسيت؟ ما أنت قصيت وديت الواد ابنك، وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح، الله هو أكبر. رسمة العين مناخير السايحة. برأيي يا بولا، انت كده هتجرجرني للرزيلة، وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيلة معاك؟ لا لا، رزيلة انت، فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدام المتفجر ونوسة ده، نفسي البسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي، وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد، عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك، ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تربوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخله لها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بتنمي. الفلاة دي ضيقة قوي، مفيش حاجة. امال ايه اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده؟ أملة دي؟ لا ده فار. كنسي أملة، أملة نفسها فار؟ القصد جبدانية بشكلها. اهلا اهلا اهلا، لمؤاخذه اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، شوف دخلت الحريم تسرح كده، التنير رجاله قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سعاد؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفه بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب، ده انا خالد. بص عشان انفوكي كده، تحب اقلع لكم مرت والنبي اللي عملت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا، ما شاء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمضي عينك يا حلوه يا ام قصه انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباكي. البنت دي متجوزه من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسه؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب، هتاكلي بالسبسب وهحط وشك في النار. متجوزه من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزه عرفي وجايه لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف، مفيش واحده فيهم تيجي قبل العرف. لا، يجيبوا البلوى وييجوا بيها.
يا ساتر يا رب. ورينا يا ابني ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه، تروحي تجيبيها منه وتقطعيها.